أنا بصاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه الله معالي الشيخ محمد بن خليفة الخليفة وزير النفط لافتتاح مؤتمر ومعرض الشرق الأوسط الخامس لهندسة العمليات ميبك 2019 والنسخة الأولى من مجلس البترول العالمي الذي تستضيفه مملكة البحرين تحت رعاية سمو رئيس الوزراء الموقر. ويشارك في هذا الحدث العالمي نخبة من المتحدثين وكبار الشخصيات والرؤساء التنفيذيين وأصحاب القرار والفنيون والمهندسون والأكاديميون والجامعات المحلية والإقليمية والعالمية بهدف تبادل المعرفة والخبرات والتجارب وأفضل الممارسات والتقنيات الحديثة من أجل الحفاظ على قدرتها التنافسية في الأسواق العالمية وجذب الطاقات البشرية المؤهلة أصحاب خبرات طويلة القادرة على الابتكار والإبداع لتطوير مستقبل هندسة العمليات. وقد أعرب معالي وزير النفط عن بالغ الشكر والتقدير والعرفان إلى رئيس الوزراء على تفضل سموه بالرعاية الدائمة والمستمرة منذ انطلاقتها في عام 2011، الأمر الذي يؤكد على مدى حرص سموه على دعم ومساندة المسيرة التنموية التي يشهدها قطاع النفط والغاز في مملكة البحرين. ورفع وزير النفط في كلمته الافتتاحية أسمى آيات التهاني والتبريكات لمقام صاحب السمو الملكي ولي العهد حفظه الله بمناسبة نجاح الملتقى الحكومي 2019 وما تضمنته هذه المبادرة من رؤى تنموية شاملة تعكس حرص سموه الدائم على الدفع بعجلة البناء والتنمية الشاملة والمستدامة. وأضاف وزير النفط أن الهيئة الوطنية للنفط والغاز تسعى دائما لتعزيز العلاقات مع مختلف الشركات النفطية العالمية بهدف تبادل المعرفة والخبرات والاطلاع على أحدث ما توصلت إليه التقنيات الحديثة والدراسات والبحوث في هذا المجال الحيوي. ونوه الوزير إلى أن فعاليات ميبك هذا العام اشتملت على إطلاق النسخة الأولى في مملكة البحرين من مؤتمر مجلس البترول العالمي تحت شعار التكامل والاستراتيجية والقيادة الذي يعتبر من أكبر المؤتمرات العالمية المتخصصة في مجال البترول والمستجدات النفطية في دول العالم. كما قام معالي وزير النفط بافتتاح المعرض المصاحب حيث اطلع معالي على ما يتضمنه المعرض المصاحب من منتجات وخدمات تمثل أحدث ما توصلت إليه التقنيات الحديثة في قطاع صناعة النفط والغاز والبتروكيماويات. وقد شارك في هذا المعرض أكثر من 150 شركة عارضة من مختلف الشركات النفطية العالمية الذين عرضوا أحدث ما توصلت إليه التقنيات الحديثة في هذا المجال الحيوي والمهم. معرض متزامن مع الميبك. طبعا الشركات في المنطقة تجتمع وهو خاص بمهندسي الكيميكال انجينيرز الهندسة الكيميائية، وطبعا الجمعية الأمريكية للهندسة المهندسين الكيميائيين لها دور كبير في تعريف الشباب والشابات اللي دخلوا هذا المجال بالقطاع الصناعي، استخدام التقنية فيه، رفع الكفاءة، رفع زيادة الإنتاجية، كلها مواضيع تهم الشركات في المنطقة. كذلك وجود يعني جوائز المرأة في هذا القطاع الهندسي الهام، وعندنا سباق الجامعات وسباق السيارة الكيميائية، ونترقب دائما لهذا الحدث. بعد كلمة سيدي جلالة الملك في افتتاح دور الانعقاد الثاني للفصل التشريعي الخامس، وفي كلمة جلالة الملك الله يحفظه كان يتكلم عن تحويل اقتصاد البحرين إلى اقتصاد رقمي، وتحويل قطاع النفط والغاز والبتروكيماويات إلى ما وصلت إليه أحدث التقنيات في العالم.